سنة كنديروا واحد الحفل سنوي تكريمي وتحفيزي للعمال ديالنا في كل سنة يعني كنقربوا يعني على حساب المتقاعدين. هذه السنة عندنا 12 متقاعد بالإضافة إلى قرعة العمرة. كنديروا واحد القرعة في آخر الحفل اللي كنهزوا منها جوج ديال يعني الفائزين. كنت في القطاع ديال النظافة لمدة 15 عام ديال العمل، ولهذا دابا الحمد لله توصلنا بالتقاعد ديالنا والحمد لله على هذا. الإحساس ديالك بهذا النهار ديال التكريم؟ الحمد لله في هذا النهار، لأن هذا النهار سعيد عندنا حنايا بالنسبة لعمال النظافة كاملين اللي خرجوا التقاعد واللي ما خرجوش التقاعد، وعندنا واحد المهمة كبيرة عند الله. شحال من سنة تقريبا وانت في هذا؟ 12 عام. اييه، دوي لينا على المسار ديالك اللي دوزتي معاك. خدمنا وتعبنا الشتاء والصيف وتكرفيس، اللهم لك الحمد. كنشكروا هاد المسؤولين على هاد المبادره وعلى هاد التقاعد وهذا. الله يرزق الصحه والسلامه. شرف كبير انني نكون حاضر في هذا الحفل، هذا الحفل اللي كيكرم عامل النظافه، لان عامل النظافه في المغرب شويه ما كان، واخا نعملوا اللي عملنا ما واخا يعملوا اللي عملوا ما يوصلوش عندك الحق اللي كيستاهل، اولا ديك، لان عامل النظافه هو اللي كيسهر على البيئه ديالنا. المهم واخا بقى نهضر حتى الصباح ما يتلاشى هذا الشيء هذا.